دكتور حسن علينا بعد بكره هتناقشوا انتخابات قانون الانتخابات الرئاسيه. ممكن يكون ده احد عناصر ال لا انا بتكلم هل الاقتراحات الثلاثه دول اللي كان لهم الدكتور احد الاعضاء بقى. احد اعضاء فعلا اقترح ان الموضوعات دي ان هي تدخل في جدول اعمال بعد بكره واحنا ما عندناش اي مشكله. ده بالنيابه عن المعتصمين امام مجلس الوزراء ولا بص حضرتك انا امبارح كنت في اعتصام مجلس الوزراء اول امبارح كنت في اعتصام ميدان التحرير لان احد الاهداف اللي انا بحملها في وجودي في المجلس الاستشاري هو ان انا اكون حلقه الوصل قدر ما استطيع بين كل ما اقدر كل ما اقدر ان اصل له من الشعب المصري سواء كان بطريقه شخصيه او عن طريق الشباب اللي رشحوني للمجلس الاستشاري لان هو وسيله من وسائل الحوار المباشر مع المجلس على القوات المسلحه. الجماعه قدام مجلس الوزراء قالوا لك ايه وشايفين المجلس الاستشاري ازاي والجماعه في التحرير الجماعه خلاص اتفض مثال لا هو اتفتح الطريق لكن الاعتصام في ناس لسه موجوده الـ 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 الاهداف الاساسيه او الاحتياجات الرئيسيه للناس في اعتصام ميدان التحرير ومجلس الوزراء هو الكرامه الاحساس بان الشهداء اللي ماتوا ليهم كرامه ومعاملتهم كابطال والقصاص من كل من تسبب او تورط في ايه في قتلهم من اول الثوره مش 18 نوفمبر بس ولا 19 نوفمبر بس من اول الثوره لحد دلوقتي التكريم للشباب دول وضع نظام للتعامل مع الشهداء بتكريمهم مع اسر الشهداء بان هم يحيوا حياه كريمه مع المصابين بعد العاهات المستديمه اللي لهم. المعتصمين بيبصوا لكم يعني نظره ريبه ان انتم تابعين للمجلس العسكري او غير ذلك؟ او نظره شك؟ خليني اكلم حضرتك بصراحه انعدام الثقه بين الثوار ويمكن جزء كبير من او جزء من ملموس من الشعب المصري والمجلس العسكري موجود او بدا يبقى موجود والمجلس العسكري يعي ذلك ولازم يبقى في قرارات تحاول ان هي توجد الثقه تاني لان سرعه رد الفعل عند المجلس العسكري لم تكن على القدر المطلوب بالنسبه للثوار فده اللي تسبب في ذلك واي حد بيتوجد في محل القرار السياسي لازم يبقى عارف ان ده احتمال وارد ولازم يبقى على قدر الايه الكلام اللي هم قالوه لك امام مجلس الوزراء او في ميدان التحرير حضرتك قلته في جلسه النهارده طبعا طرحناه النهارده بس زي ما قلت لحضرتك كده خلصنا الجلسه الاجرائيه واكدنا على دور المجلس الاستشاري علشان خاطر يبقى واضح للناس كلها وحطيناه في جدول الاعمال في مقترحات جدول الاعمال الجلسه الجايه ان شاء الله. طب باشمهندس الناس تحب تعرف انت 29 سنه وانت قلت لي قبل الفقره ان انت لا تنتمي لاي تيار سياسي ولا حتى في الحركات الشبابيه او الثوريه دخلت ازاي المجلس الاستشاري؟ والله يمكن الدخول المجلس الاستشاري ده ليه قصة ممكن نعتبرها كانت ماشية في عكس الاتجاه تماما. الموضوع بدأ ان مع وقف اطلاق النار ما بقتش غير كده بصراحة مع وقف اعمال العنف يوم الخميس يوم الخميس اخر اسبوع اللي هو انت كنت في ميدان التحرير انا كنت في ميدان التحرير ابتداء من يوم الاحد يوم الاحد انا كنت واقف بقول يا جماعه بعت تويت كده يا جماعه الميدان شكله حلو والناس جميله وببص لقيت قنبله غسيل دموع جنبي بس فما عرفتش اجري حتى بس عشان تغسل الدموع يعني تغسل بالظبط كده بالظبط كده فالمهم لحد يوم بعد يوم الخميس قلت يا جماعه الوضع ده وزير الداخلية قال ان كل من قتل في شارع محمد محمود بلطجية او كل من لا 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 بص حضرتك انا بس عايز اوضح نقطة صغيرة قبل ما ادخل في سبب دخول المجلس العسكري اللي انا بقوله لحضرتك على ده انا واقف في وسط ميدان التحرير وبصيت قنبلة مسيلة دموع جنبي معلش في بنات في اطفال في الكلام ده كله فكان الهدف من اللي حصل في شارع محمد محمود او تقدم الثوار في شارع محمد محمود هو حماية اخواتهم وامهاتهم